شهامة وجدعنة شجاعة المصري نقدر نقول كده إنها ماركة مسجلة باسمه، في أي مكان وفي أي موقف صعب هتلاقي شجاعة المصري بتبان، وده اللي كلنا شفناه في الفيديو اللي اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت واللي ظهر فيه حازم السويدي رئيس قسم المخاطر التشغيلية ببنك مصر في الإمارات، وهو بيقوم بعمل بطولي وبينقذ أسرة إماراتية من الغرق بعد ما اتحبسوا في عربيتهم واللي كانت عالقة في الطريق بسبب السيول اللي تعرضت ليها الإمارات. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نكمل بقية كلامنا.